لما تحرم شيئا قل يا ربي يا مغني ينسيك لا تتذكر سلام على من يشكر. لما تدل روحك قل يا ربي يا مغني. سلام سلام حبيباتي، كراكم دايرين؟ ان شاء الله يا ربي كاع تكونوا غايا وانتم تشوفوا في هذا الفيديو. مرحبا بكم الزينات، مرحبا بكاع مشتركاتي الوفيات ولا تشوفوا القناه لاول مره، رحب بها وقولها بيان سور الى عجبك المحتوى تاع قناتي مالك تدعميني باشتراك وجمل فيديو، بيان سور ضربي طلاء، والى عجبك المحتوى خلينا اشتراك بتفعيل الجرس هكا باش يوصلكم كل ما هو جديد. اليوم البنات جبت لكم فيديو ان بو سبيسيال، ايسييت باش نجيبها لكم في هذا لو مومون بما انه شهر رمضان الكريم راه على الابواب. الوغ جبت لكم الفكره اللي راها دايره ضجه مواقع التواصل الاجتماعي اللي هي كرتونة رمضان. هي شوفوا هذه الفكره البنات ما جاتش غير هنا، هذه من بكري كاينه، كانوا ماتنا وجداتنا يديروها، كان يقولوا لها العوله، العوله تاع العام، بمعنى ماشي دايرينها غير لشهر رمضان برك، يديروها للعام. اللي عندها شي حاجه دس دس دس، وهكا الا احتاجيتي في الصيف اللي تكوني دسيتي في المشتى تلقيه في الصيف، واللي دسيتي في الصيف تلقيه في المشتى. هذه هي المهم. على بالي قبل ما نبدا كاع في الفيديو تاع اليوم، على بالي غادي يجوني واحد لي كومونتير غادي يقولوا لي بلي رمضان شهر عبادة ومن ذاك الوقت صحية وربي يحيينا وحاجة كيما هكا. نقولكم لا إله إلا محمد رسول الله، رانا كاع مسلمين، على بالي بلي رمضان شهر العبادة والتقرب من الله، لكن زعما هذه لوجيكمون نقولها لكم، كي غادي أذن الأذان صح غادي تصلي المغرب تاعك، بصح من بعدها غادي تحوسيش تاكلي، كاع نهار انتي صايمة اوبليجي تحوسي شتاكلي. الوغ هاد الانتقادات وهاد التعليقات هادو انا تبالي بدون لازمه. وهادي اصلا كرتونه رمضان البنات، هادي انايا تعمدت انه نديرها، خاصه نهضر على هذوك الفئه اللي عندها الزوج تاعها يخدم نهار زوج، زعما ماشي خدام شهريه. الوغ جبت لها هكا فكره كيفاش تقدر انه توفر من هاد المواد الغذائيه تاع هادو طروامو هكا باش نهار رمضان ما تحتاج، لانه اصلا هادو اللي راهم يقولوا شهر عباده وكاع بكري كانوا في وقت جداتنا وكاع كان رمضان صح يجي ويجيب خيرها معاه، لانه كان الجار يحوس على الجار، كانت صله الرحم، كانوا بزاف صوالح في وقتنا دروك انقطعوا ديفينيتيف. كان بكري الجار قبل ما ياذن الاذان ويبدو في الفطور تاعهم كان يطل على جاره يشوفه لا دار وراه لا ما دارش، كانوا يتبادلوا النساء ما بيناتهم، الخبز تعطي هذه كل اخرى ترجع لها، كانت الطيبه والحنانه. دروك هادو صوالح انقطعوا، على هذه كل واحد يتكل على روحه من الاخر. المهم البنات راح نبدا لكم كرتونه رمضان هذه واش لازم يكون فيها وحسب طريقتي انا. الوغ انا غادي نعطيكم وجهه نظري انا بالنسبه للصوالح اللي نفضل انه يندسوا. كما راكم تشوفوا مثلا رحتي شريتي لا ليفور، كما تعرفوا حنايا في رمضان نخدموا التحليات بزاف، ايسي كتشري لا ليفور تاعك تقري لا دات، هي كل ماركه عندها لا دات تاعها، كما راكم تشوفوا هنايا توجور ها لو 2023 ستادير، هذه عندها الديلي مازال قاعد تسيها واحد الطروام وعادي. وننصحكم الا شريتي مثلا 10 لا ليفور كيما هكا والشهر اللي من موراه مثلا الشهر الجاي شريتي نفس هذه لا ليفور، الوغ ايسيي تستهل كي هذه اللي كنتي دستها في كرتونه رمضان ودسي جديده اللي تكوني شريتيها. مثلا الطماطم المصبره، طماطم مصبره نستهلكوها بزاف في رمضان كما راكم تشوفوا، انا كانت عندي وشريت قوطي وزدت قوطي وحده اخرى، انا اللي راني اللي نستهلكها نتاع الكيلو حجم كبير. الوغ كانوا عندي هادو زوج وخرتهم، ودايما دايما ننصحكم البنات لاضات ما تنسوش لاضات، انا هادو ندسهم في كرتونه رمضان، وكون نعاود الشهر الجاي نشري الطوماطيس نقلع هادي نطيب بها واللي شريتها نعاود ندسها، هكا نكونوا اذكياء. ومن الاشياء الثانيه اللي تندس من الاحسن البنات شرو الاشياء اللي تشد لكم مده طويله كيما الملح البنات، راه السعر تاعه خفيف كيما نقولوا مام با 3000 جو بونس، وكيما تعرفوا صوالح راهم رايحين ويزيدوا في البري، ستادير السومه تاع هذا الشهر والشهر اللي فات ماشي كيف كيف، هذه بالنسبه اللي راهم يروحوا يصرفوا يعرفوا اش راني نهضر. الوغ دسي الملح كيما الروز كيما تعرفوا ثاني يندس نستهلكوه بزاف في الشهر الفاضل. شوفوا البنات مثلا انايا هنايا عندي هذه الكميه تاع الروز، الشهر الجاي ولا في المده الجايه وشريت الروز، الوغ شنو ندير؟ نستهلك هذا واللي شريته ندسه. الحاجه اللي غادي تخدموا بها هي اللي دستوها، هذه هي مثلا هنا عندي الروز، عندي المفور وعندي البسماتي،
عندي الخميره معجنوب بزاف البنات كيما تعرفوا في الشهر الفاضل الوغ ندسوا الخميره. القهوه، القهوه هنا على حساب العائله تاعك، الا كنتو تكونسومو قهوه بزاف دسي حتى لجوج باكيات ولا ثلاثه، ولا كنتو عائله قليله مثلا ما تشربوش قهوه بزاف دسي غير وحده تكفي الانسان ما ثاني ما يكثرش ما يدسش صوالح بزاف. وكما تعرفوا ثاني الطعام انا نفضل هذا المويا، وثاني نكونسومو هكا في السحور وكاع. وشوفوا البنات معايا راني ناكد لكم ونعاود هنايا، شوفوا لاضات البنات اي مازالت لاضات تاعها هكا باش تكونوا دسيتو حاجه. هنا البنات راني نولي لكم في الزبده، الزبده راها رايحه وتزيد، زعما هاد المارغرين راهي رايحه وتزيد. انا شوفوا كان عندي واحد شهر اللي فات ما خدمتش به الو قعد لي جديد، وشريت هاد الخطره وحده تاع مارغرين. شنو غادي ندير البنات؟ هذه اللي شريتها هي اللي غادي نرجعها في كرتونه رمضان، واللي كنت دستها هي اللي غادي نخدم بها هذا الشهر. هذه هي الفكره اللي بغيت نوضحها لكم. كيما المربى ثاني راه طلع الثمن تاعها، الا قدرتوا انكم تخبوها تخبوها. وكيما الاشياء ثاني اللي تخبو هما هاد البابي كويسون البنات، و ثاني بابي فيم والمينيوم ثاني تحقوهم في رمضان كيما راكم تشوفوا. هنا جينا ثاني باش البنات كيما راكم تشوفوا شريت قرعة الزيت، هذا الزيت البنات شريته لشهر، انا عندي في شهر ندير 5 لتر تاع الزيت يكفوني. وهنا البنات كانت بقات لي كي صراحه هذا الشهر كونسوميت تقريبا 6 لترات تاع الزيت، انا غديت لي قرعه كبيره تاع 5 لتر وزدت شريت هذه تاع لتره. شوفوا هذا تاع لتره راه باقي فيها تقريبا نصف لتره نتاع الزيت. اش غادي ندير دروك البنات؟ غادي هذه القرعه غادي نعمرها من هذا الزيت اللي شريته تاع هذا الشهر البنات. الوغ كل ما تشري انتيا شوفي شحال بقى لي، هنايا بقات لي نص لتره، غادي نزيد باش نعمر لتره ونخبيها. هي الزيت ما غاديش يقعد لكم زعما حتى رمضان، بصح كل ما تشري مثلا انا شريت دروك هاد الليتر راهي 5 لترات راهم راها جديده هاد القرعه. اش غادي ندير؟ غادي نعمر في هاد الليتر البنات وندسها هذه للشهر الجاي. الشهر الجاي كي نشري ثاني من هاد 5 لتر زيت غادي يكون عندي ليتر ونزيد عليها ليتر، سيتادير نقولوا عندي زوج ليتر. هاد الشهر اللي من مورا ثاني نقعد نقص، وهذه ماشي اوبليجي تنقصي بالسيف عليك. الا بقالك انا قلت لكم شوفوا انا نضاري يبقى لي ليتر، سيتادير 5 لتر مع الليتر 6 لترات، نضاري تبقى لي ليتر معمره. هذا الشهر كيما نقولوا حنا استهلكت الزيت بزاف، قليت بزاف ودرت الحلويات بزاف، الوغ بقات لي النص غادي دروك نعمر باش تولي عندي ليتر. الوغ هنا تكوني ذكيه، في 5 لترات راني ديت نص ليتر غادي ندسها، فهمتوني البنات؟ واسيي هكا تنقصي شويه من الطياب تاع الزيت وكاع كيما تعرفوا حنا نقولوا نقصوا شويه لكن نستهلكوا بزاف الزيت. والحاجه ثاني اللي ننصحكم بها البنات اللي راها نوعيه والاروع راها نوعيه ما شاء الله، اللي هي التمر البنات، التمر راها نوعيه ما شاء الله، وثاني راه بثمن مليح زعما تقدري تخبيه للشهر الفاضل. هنا ننصحكم هذه بين قوسين البنات انكم تجربوا هذا دبس التمر، هذا الرب كيما نقولوا له راه بزاف بزاف رائع البنات. انا صراحه ولادي مدمنين عليه يموتوا عليه، راه الثمن تاع رخيص البنات كيما تعرفوا. التمر الدبس تاع التمر عنده منافع عده، ننصحكم انكم قدموه لولادكم خاصه مع صباح، مليح لنقص المناعه، مليح اللي عندها مليح للذاكره، مليح عندها بزاف بزاف فوائد. هذه بين قوسين فقط. كيفاش ديري كرتونه رمضان؟ كما قلت لكم بعد ما تكوني عرفتي الصوالح اللي راكي مخبيتهم ودسي الصوالح برك اللي يكونوا نيسيسير، ماشي غير دسي وخلاص. كيما نقولوا الصوالح اللي عارفه روحك تستهلكيهم هما اللي دسيهم، مثلا واللي تعرفيهم ما يخسروش كيما تعرفوا رانا في فصل الشتاء وما راهمش يخسروا الصوالح بزاف. خلاص اسيي جيبي كرتونه وتلمي فيها كامل الصوالح تاعك ودسيهم، والشهر الجاي ولا مثلا الزوج تاعك مره يخدم مره لا، مش شرط انك ديري هذه الكرتونه باش تدسيها رمضان، لا ديريها للعام كيما نقولوا حنايا. الوقت اللي يكون عند راجلك الدراهم قولي له خاص جيب لي، ونهار اللي تعرفي راجلك راه بلا خدمه وما راهش لاحق باش يشري لك كيما تعرفوا الدعوه راها رايحه وتزيد، الوغ واش راح ديري؟ رايحه تجبدي من هاد اللي تكوني داستهم وتستهلكي انت ووليداتك بلا ما انك تضطري انك تتلفي ولا تقعدي هكا بلا شي كيما تعرفوا. قلت لكم صحية كانت صلة الرحم وكانوا صوالح الملاح بكري، دروك اوبليجي انه لو فات لي عندك عائله ديري كاع لي بوسيبيليتي باش ما تخليش العائله تاعك تحتاج حاجه. انا تبلي هذا مش كيما كاين بعض الناس يقولوا هذا شكيل وكل نهار وبركه، هي صح بصح هذا يبان لي انا داخل في الذكاء تاع المراه. المراه لازم في المطبخ تاعها تكون ذكيه وتحاول بشتى الطرق انه دير هذاك التوافق ما بين
الشهرية المصروف وما بين الاحتياجات العائلة تاعها. وهلا البنات كما راكم تشوفوا بعد ما راني سي بون لميت صوالحي في الكرتونه. هنا البنات بالنسبه للطماطم على بالي غادي يسقسوني البنات يقولوا لي ماشي تيش وحده كبيره ديريكتومون. انا غادي نقول لكم انا من الناس اللي نصرف شهريه كما نقولوا كل شهر راح نصرف مصروف الشهري تاعي. الوغ كل ما نشري وحده اللي غادي نستهلكها في الشهر نزيد وحده اخرى صغيره هكا ما نعدهاش كما نقولوا ما نديرهاش مع مصروف الشهر ونديرها هكا وندسها في هذه الكرتونه. وهاد الكرتونه البنات ممكن ندسوا فيها بزاف صوالح مش غير هادو. انا عطيتكم فقط لي زيكزامبل. وكيما ثاني تعرفوا البنات الزبيب والمشمش البرقوق هادو صوالح ثاني راهم رايحين في الغلاء كيما نقولوا. الوغ ايسي الا كنتي شهريه شاك فوا جيبي 30000 ديريها دسيها كيما الزبيب كيما البرقوق كيما يقولوا له العينه وكيما المشمش. كان هذا هو لا فيديو تاعنا تاع اليوم ان شاء الله يكون نال اعجابكم. والبنات راني دايره لكم ثاني بالنسبه للبنات اللي ما يبغوش يخدموا بهذه الكرتونه تقول لك ما نبغيش ندس عندي ضيق في الكوزينه ولا ما نقدرش ندس ولا راجلها زعما ما يبغيش هكا تدس. غادي ندير لكم طريقه واحده اخرى بلا ما تدسي هاد المواد الغذائيه نتاع كرتونه رمضان اللي تكون عباره على مبلغ مالي. كيفاش ديري توفري من الشهريه تاعك باش تشري مستلزمات نتاع الشهر الفاضل. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. وكان هذا هو الفيديو تاعنا تاع نهار اليوم ان شاء الله يكون نال اعجابكم. الى عجبكم لا فيديو ما عليكم غير تدعموني باشتراك بتفعيل الجرس وجمل هذا الفيديو وتعليقات شابين كيما نتوما حمسوني البنات. الى لقيت عدد كبير من التعليقات الحلوين ولي جام غادي ندير لكم الطريقه الثانيه اللي على بالي غادي بزاف بزاف تعجبكم. الى هنا حبيباتي نكون وصلت معكم الى نهايه الفيديو تاعنا تاع نهار اليوم. بقى لي غير استودعكم الله نقول لكم انتظروني في فيديو اخر. سلام.